منذ يومه الأول كرئيس للولايات المتحدة هدد جو بايدن مساعديه بالطرد الفوري إذا توجهوا بالإساءة إلى أي زميل أو صحفي ليسجل هو نفسه رقما قياسيا في مهاجمة الصحفيين خلال عام واحد فقط. لم يتسامح بايدن منذ وصوله إلى سدة الرئاسة أبداً مع الأسئلة التي لم ترق له أو التي لم يتحضر لها جيداً ليهاجم صاحبها على الفور. You are such a pain in the neck, but I'm going to answer your question because we've known each other for so long. It has nothing to do with Iraq. لم تسلم مراسلة قناة NBC News من انتقاده الشخصي لها بعد سؤالها عن ثقته بشأن تغيير نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصرفاته تجاه الولايات المتحدة. لا يختلف جو بايدن عن دونالد ترامب في نهج التعاطي مع وسائل الأعلام والصحفيين، فالأخير أمعن في إهانتهم في كل فرصة، وصفهم بالأخبار الكاذبة وبأعداء الشعب، ولم يتردد في شتمهم عند اللزوم. لكن التماهي هذا بين بايدن وترامب لم يظهر فقط في التعامل مع الآخرين، فالاختلاف واضحا في السياسة الداخلية أو الخارجية بين الرئيسين، وحتى في القرارات المتعلقة بالملفات الرئيسية الشائكة. فهل هناك فرق بين نهج ترامب ونهج بايدن فعلا؟ على الأقل لم تظهر قرارات الأخير ولا تصرفاته حتى الآن أي اختلاف يذكر.